أنا أعتقد أنه إيران سوف تسحب الثقة من هذه الحكومة، تعرف هي الثقة موجودة من الجانب الإيراني، وهذا تعرف عن طريق أطرافها تابعة لها، بعض الأحزاب وبعض الميليشيات اللي تؤتمر بأمرة إيران. ولذلك السوداني ما مطلوب منه هو صعب أيضا فنيا وعسكريا ولوجستيا، ماكو قدرة للجيش الإيراني والحرس الثوري اللي فقط يهدد أن يستطيع أن يمتلك هذه الجبال أو يعلو ناصيتها. أتراك كما ذكرت جنابك، أنا ذكرت لك مثل أشد، الأمريكان اللي ما مارسوا عندهم لديهم خبرة طويلة في الجبال والحروب، ما استطاعوا الحقيقة أن يقهروا طالبان عسكريا، صحيح آذوهم ضربات ويمتلكوا الذخيرة والعتاد والصواريخ اللي تخترق الجبال، لكن ما استطاعوا أن ينتصروا في الجبال. الجبال صعب جدا الانتصار بها، حتى لو كانت مجموعات مهربين أو سراق، أحيانا عندما يختبئ المهربين والسراق في الجبال صعب حتى على الأجهزة الأمنية أن تلقي القبض عليهم. لذلك هذا ضرب من الخيال. إيران أن تريد أن تمارس ضغوط على حكومة السوداني، منها جنابك شفت هذه الضغوط الجابت، هذا الربط السككي اللي حصل قبل يومين، تعرف كيف؟ إيران شاعرة بأنه الأوضاع في المنطقة، يا أستاذ أحمد صدقني، وهي تعرف أن الأوضاع في المنطقة سوف تتحول وتتغير بسرعة خلال الشهرين القادمين، ومنها ما يحصل في سوريا، وهي خسارتها لحليفها بشار الأسد في سوريا يعني خسارة كبيرة ومهمة، لأنه سوف تخسر الارتباط من بيروت إلى طهران، وهذه نقطة أساسية، وسوف تخسر التمدد على المنطقة الغربية في العراق، وسوف تخسر وصولا إلى خسارتها العراق كله. هذا تشعر به إيران، لذلك هي تريد في هذه المرحلة أن تمارس الضغوط على حكومة بغداد، على حكومة الإقليم، حتى تحصل على مكاسب، وهذا مؤكد. وهذا طبعا أسلوب، هذا أسلوب الحقيقة، أسلوب مو أسلوب سياسي ودبلوماتي عالي لدولة استراتيجية كما توصف إيران استراتيجية، لا، هذه سياسة الأقزام اللي تفكر بالربح السريع مقابل خسائر مسائل استراتيجية. حكومة بغداد ليس لديها قدرة حتى على تحريك الحشد، لأن الحشد ما عنده قدرة ولا عنده استعداد، ما يروح يحارب الحشد في الجبال، هذه قصة منسية، عوفك من التطبيل الإعلامي والشو اللي نشوفه، هذا كله متروك، ولا حتى عنده قدرة على إرسال جهاز مكافحة الإرهاب، لأنه الجهاز الحقيقة مو هذه وظيفته قانونا، مو هذا، واذا تصرف الجهاز بهذا الاتجاه سوف تقطع عنه المساعدات الامريكيه، هذه لك حقيقه، وتعرف الجهاز معظم تسليحه وتدريبه وكذا هو مرتبط بالجانب الامريكي، فاذا ما عندنا، واذا الجيش تحدثنا عن الجيش العراقي فالجيش العراقي غير موجود اصلا في الاقليم وحتى على مستوى حرس الحدود، تمثيل بسيط. لذلك اللي عنده قدره هو الحل السياسي، اذا الايرانيين يتركوا هذه النظره والتعالي يروحوا يتفاهموا مع حكومه الاقليم. حكومة الإقليم تستطيع أن تفعل شيئاً كثيراً الحقيقة في هذا الجانب، أقصد في جانب إخراج أو طيب. تحجيم دور المجموعات المعارضة الإيرانية، فيما إذا صحت قول النظام الإيراني أنه هذه المجموعات تمارس أعمال شغب أو تقوم يعني تشجيع المتظاهرين وما شابه ذلك. هو النظام ما يريد يعترف بأنه الشعب الإيراني رافضه، فيلقي بالتهم هنا وهنا على الأطراف الأخرى.